أبرمت وزارة الأشغال العامة مع شركة نفط الكويت اتفاقية جديدة حول السماح للشركة ومؤسستها في استخدام المياه المعالجة ثلاثيا ورباعيا خلال الفترة القادمة. وتهدف الاتفاقية والتي وقعها عن نفط الكويت الرئيس التنفيذي للشركة عماد محمود سلطان وعن وزارة الأشغال الوكيل إسماعيل الفلشاوي والاستفادة من المياه التي تنتجها محطات التقنية في الضخ في محافظات البلاد وفي دعم المشاريع النفطية والتي تقوم بها شركة النفط. وتأتي الاتفاقية أيضا ضمن إطار التعاون بين وزارة الأشغال وشركة النفط على طريق تحقيق رؤية التنمية المستدامة. فلنتابع هذا التقرير. اتفاقية تنموية جديدة تبرمها شركة نفط الكويت ووزارة الأشغال العامة تسمح باستخدام المياه المعالجة التي تنتجها محطات التنقية والضخ في سبيل دعم المشاريع النفطية في البلاد. طبعا هناك تعاون وثيق بيننا وبين وزارة الأشغال، وشركة نفط الكويت تستخدم المياه هذه استخدام في العمليات التصنيعية لنفط شركة نفط الكويت وعملياتها، وبالذات في شمال الكويت حاليا، وراح نتوسع أكثر إن شاء الله في المناطق الأخرى. وإحنا نستخدم هذه المياه لعمليات التصنيع اليومية اللي نعتمد عليها بشكل أساسي. هو طبعا كل ما يزيد العلاج حق المياه هذه كل ما تقل من الشوائب، بالتالي أنت تقلل من مصاريفك على أساس أن تنقي المياه هذه مرة أخرى. فالمياه هذه كل ما تصير أكثر نقاوة تكون زينة لنا حق عمليات التصنيع اللي نحتاجها في معالجة المياه هذه، سواء استخدامها كبخار أو نستخدمها لعلاج النفط. لذلك تقل فيها، تكون فيها نقاوة أكثر وتقل فيها التكلفة التشغيل. احنا طبعا من ضمن منظومة الدولة، وبالتالي مشاريعنا مشاريع استراتيجية وتدخل من ضمن يعني مشاريع التنمية، وإن شاء الله يوفقنا أن يعني ننفذ المشاريع هذه في الوقت يعني المحدد لها، وبالتالي يعود الفائدة للدولة إن شاء الله. اتفاقية دعم المشاريع النفطية بالمياه المعالجة تأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الأشغال العامة ونفط الكويت تحقيقا للاستخدام الأمثل لهذا المورد الذي بات يدخل في مجال الصناعات النفطية. اجتمعنا مع شركة نفط الكويت لتوقيع عقد اتفاقية لتزويدهم بالمياه المعالجة الثلاثية والرباعية من باب دعم القطاع النفطي في عملياته المختلفة في إنتاج النفط. طبعا كما تعلمون إنتاج النفط يمثل هو العصب الأساسي في اقتصاد دولة الكويت، وإحنا في وزارة الأشغال عندنا هدف استراتيجي هو دعم الجهات الأخرى فيما يعزز الاقتصاد الوطني بجعل الكويت مركز مالي وتجاري. طبعا احنا مع وزارة او القطاع النفطي دعم كبير جدا، دعم في مختلف المستويات، في تخصيص الاراضي، في الطرق، في تخصيص المحاور الطرق للطرق التطويرية، كذلك عندنا تعاون في التخلص من كذلك يسمونه البراين اللي ناتج المحطات المعالجة. استخدام المياه المعالجة ثلاثيا أو رباعيا في المشاريع النفطية أحد الاستراتيجيات المهمة لدعم المشاريع النفطية على طريق تحقيق الرؤية التنموية للقطاع النفطي في دولة الكويت. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.